عسلامة، شحوي لكم الناس الكل، إن شاء الله تكونوا بألف صحة وخير. ميرسي بوكو، كان عاد على طريقتكم الحلوة. غصتنا اليوم مش تكون كاكي. شكون فينا ما يحبش الكاكي، كبار ولا صغار؟ ساعات يقولوا صغار، لا لا، حتى الكبار يحبوا، أنا نحبها. دونك حبيت اليوم بارتاجي معاكم الغصيت، حاجة ياسر سهلة وبنينة ونظيفة، سيرتو في ميزون ما نستحقوش باش نشريوه. نجمو نعملوا النكهة اللي نحبوا عليها احنا في الدار وبمقادير بسيطة. عندي هوني 200 غرام، 200 غرام فرينة، باش ناخذ عليهم مغرفة صغيرة خميرة نتاع خبز، كيف كيف هوني رشة صغيرة خميرة نتاع نص مغرفة، يعني خميرة نتاع الحلويات. باش ناخذ هوني مغرفة سكر، وباش ناخذ هوني زيت. ما عندكمش زيت تنجموا تاخذوا الزبدة. الكيس اللي قست به انا عملت 200 غرام، دونك خديت تقريبا 40 مللتر زيت. نبسس بالزيت، بسسنا هوني بالزيت. كما قلت لكم ما عندكمش زيت تاخذوا زبدة، تاخذوا مغرفة كبيرة زبدة. دونك هوني بالطبيعة باش نحط رشة ملح، وهوني توا باش نحط الماء، ماء دافي بشوية من بشوية، ونلمد العجينة نتاعي. دونك هاي العجينة نتاعنا، ما تشوفوش الكمية معليها شوية، راهي تعملنا ما شاء الله. دونك هوني أنا الحقيقة باش نقسمها على اثنين، باش ناخو. دونك باش بالنسبة للبارتي هذي كما قلت لكم تنجموا تنكوا بيه تحبوا نتوما. انا نحط هوني بالنسبه نحط الكليل والزعتر، الحقيقه بنين برشا وديما يبدا موجود في الكاكي، حاجه ياسر بنينه. دونك نعاود لمد العجينه نتاعي الكل. بالنسبه لهوني عندي الحقيقه هوني شويه بسبيس، شويه جرجلان، شويه معني هذيك السينوش، باش نحط هكا في معني في البارتي الاخرى نتاع العجينه. اكيد راهو تنجموا تحطوا كيف ما تحبوا انتم، كليل وزعتر بسبيس جرجلان اللي تشتهيوه، معني تنجموا تحطوه، لان حاجه ديما نتاع الدار نجموا معني كيما نقولوا احنا نحطوا اللي نشتهيوه. يلا لما توا العجينه نتاعي ونخليها ترتاح. اوب كما قلت نمدو العجينة نتاعنا ونخليها هوني ترتاح. نحطو بطبيعة الحال الفور نتاعنا من قبل ما نكملو يسخن، معنا يلا نرشو على بعضنا. دونك هوني حلينا العجينة نتاعنا، وباش ناخدو توا هكا كيما شفتو باش نبداو هكا نعملو كل معناها بالسكينة ولا حتى بهذا، كأن باش نقصوهم هكا جويدات كل هكا. دونك هوني كملناها، ناخذو هكا هوني باش ناخذو هكا نعملو هكا. بعد تحبوهم طويل قصار كيف ما تحبو نتوما. نحطوهم بالطبيعة في الطبق متاعنا اللي حطيناه من قبل، ماني حطينا فيه بابي كويسون، ونكملوهم الكل بنفس الطريقة هيك. فوالا نعاود معاكم. بسم الله، أنا خاطر حطيت على هذي باش ما تكونش على الخامة ديريكتومون. فوالا هوني ها هذوما اللي عملناهم بالبسبيس والكل، ونكملو الكل بنفس الطريقة. هوني زيدا كيف كيف اللي عملناهم يعني بالزعتر. لو تنجموا معناها تعملوا برشا ملح باش تجيكم برشا مالحه، انا الحقيقه هذه هي طريقتي ونحبها بالطريقه هذه، سورتو كي بداو بالشكل ومنها معناها الصغيرات والكل. تنجموا تعملوا معاها صوص، شاركت معاكم دي صوص نتاع الثوم والكل، حاجه هكا مزيانه تبدا حتى معناها كما نقولوا معناها تنجموا تعملوا معاها صوص. فوالا هذيك شنو حبيت نقصد، عملت معاكم برشا انواع. فوالا يلا نبداو. كملنا هذوما معني قد ما تجودوا قد ما تجيكم ياسر بنينه، هذه اول حاجه. وثاني حاجه تنجموا تعملوا معناها قصار ولا طويل كيف ما تحبوا، المهم الطريقه والمهم العجينه كما ديما نقول. والغوسات هذوما قعدوا هكا التروف اللي انا قصيت يعني باش نجموا يجيو قد الطبق، هاكا هكا كعبرتهم هكا عادي وبرا. وهذوما زاده اللي عملناهم احنا سامحوني بالكليل وزعتر. يلا سي بارتي الفور 180 درجه. يلا
هذه هو الكيكي متاعنا، هذه طريقتي في التقديم. الحقيقه ما نحكي لكم مش قد ما نقول لكم قديش بنين وقديش هشوش. اكيد ما تنجموا ذولي كان تجربوا الغسيت حاجه ياسر بنينه، والجو متاع البسبيس ومتاع اللي عملناه مع بعضنا ومتاع كليل والزعتر ياسر ياسر بنين. هذه طريقتي في التقديم، هذه صوص الثوم اللي انا ديما معناها نعملها معاكم، وكل حاجه ياسر ياسر بنينه. ان شاء الله انتم زيدا تجربوها. دونك هذا هو الكيكي نتاعنا، روعه الحقيقه. ما نجم نقول كان ما نجم نقول لكم كان نشجعكم باش تجربوا الغسيت. ما لقيت ما نقول خاطر تير مو ياسر بنين. دونك نشجعكم باش تجربوا الغسيت وتخليوا لي كومونتير، حاجه ياسر بنينه صدقوني، نظيفه وبنينه وفي ميزون حاجه واو روعه، ما تنجمش تقارن بالحاجه اللي نشريوها الحقيقه في ميزون وحدها. يلا نستنى منكم التشجيع وتعليقات الحلوه، وما تنساوش تجربوا غسيت الكاكي اللي حبيت انا نشاركها معاكم اليوم وتفرحوا بها صغيراتكم، وحتى انتم زيدا حاجه ياسر بنينه. كان تحبوا على صوص نتاع الثوم تلقاوها موجوده على قناتي، ولا ارجعوا الفيديوهات اللي قبل. نحبكم برشا، بسلامه. عسلامة، صحة صحة وبالشفاء. بالحق غسيت روعة على الاخر، وصغاري حبوها برشا. وهذا اول تعليق يوصل لي بعد غسيت الكاكي. يلا وينكم يا جماعة، انتم زيدة جربوها، صحة وبالشفاء، نحبكم برشا.